ونحن طبعا الآن في ذكرى مولده الشريف. طبعا أخرج قليلا عن الموضوع، جاءتني الكثير من الأسئلة، هل يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أم هو حرام أم كذا؟ حقيقة أيها الأحبة، مثل هذه الأسئلة، لماذا اختلف الناس حول هذه المواضيع؟ أنا عندما فكرت طويلا وجدت أن كل إنسان يفكر بعيدا عن لقاء الله، يعني الذي يقول يحرم الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ذهنه منصرف إلى ماذا؟ إلى الأشياء التي فعلها هذا النبي فقط أو لم يفعلها. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، الصحابة لم يفعلون، التابع لم يفعلوا، التابع لم يفعلوا، التابعين ما بعد التابعين ما بعد بعد التابعين، أمر مستحدث الاحتفال أو تخصيص مناسبة للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر مستحدث. فإذا أردنا أن ننظر للأمور بهذه الطريقة سنحرم الكثير من الأشياء ستجد أن الكثير بين أنا جلوسي الآن، جلوسي وأنا أستخدم هذا الميكروفون وهذه الوسائل التي سخرها الله لنا، وظهوري على موقع مثلا مثل فيسبوك الذي فيه الكثير من اللهو والكثير من الإلحاد والكثير من الترويج للإلحاد إلى آخره، أنا بهذا المقياس يقول لك محرم لأن النبي لم يفعل ذلك. حقيقة يعني أنا تأملت هذه الأقوال طويلا وخرجت بنتيجة أحببت أن تستفيدوا معي، أحببت أن تستفيدوا أيها الأحبة من هذه النتيجة التي استغرقت تفكيرا طويلا مني. قلت لماذا فلان يحرم فلان يحلل؟ دائما يعني كثير من المسائل، الأغاني مثلا، فلان يحرم فلان يحلل، فوائد البنوك، فلان يحلل الثاني يحرم، وهذا عالم وهذا عالم، طيب لماذا؟ فقلت أنا حتى أجد أو أصل إلى الحقيقة يجب ألا أنظر إلى كتب الفقه وإلى ما قاله فلان أو فلان أو فلان أو كذا كذا، لا، طبعا أول شيء يجب أن أنظر له هو لقائي مع الله عز وجل. يعني عندما تريد أن تعلم أن هذا الأمر حرام أو حلال، يعني أنا اليوم مثلا فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أشعر بالفرح، أشعر أنني أحب أن أقول صلى الله عليه وسلم، أحب أن أصلي على هذا النبي، طيب هل الله سيحاسبني؟ أنا هذا الذي أنظر له أيها الأحبة، هل سيقول لي لما فعلت ذلك؟ أم أن هذا الأمر سيكون له أجر عظيم عند الله؟ طيب لنوسع المسألة قليلا، أنا جئت ببعض الأصدقاء بعض الأحبة بمناسبة هذا اليوم، اجتمعنا وقررت أن نقرأ القرآن، نأكل شيئا من الحلوى مثلا، نتذكر أدعية النبي، نتذكر كلام النبي، نتذكر هجرة النبي كم عانى صلى الله عليه وسلم، كم قدم من أجلنا، نتذكر بعض الإعجاز العلمي في أحاديث هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طيب يوم القيامة عندما نقف أمام الله، هل سيقول لي الله عز وجل لما فعلت شيئا لم يفعله هذا النبي؟ طيب النبي كان يذكر بأيام الله وكان يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طيب أنا الأفعال التي فعلتها كلها أمرنا بها يعني لا يوجد فعل لم نؤمر به. طيب موضوع تخصيص هذا اليوم، هل الله سيسألني مثلا، سيقول لي أنت أسأت، لماذا خصصت هذا اليوم؟ طيب ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما
قدم إلى المدينة ووجدهم، وجد اليهود يصومون في يوم عاشوراء، وقال لهم نحن أولى بموسى منكم، لأن هؤلاء اليهود حرفوا التوراة واتهموا موسى بالتقصير واتهموه تهم باطلة وعبدوا العجل واتهموا الله، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فنحن المسلمون أولى بموسى منكم لأننا كرمنا هذا النبي وأعطيناه حقه ونحن نعبد الله سبحانه وتعالى على حق، فنحن أولى بهذا النبي الكريم موسى عليه السلام منكم. فصام وأمر بصيامه. طيب هل ترى اليوم لو كان النبي موجود بيننا، لنتخيل يعني، وقلنا وجاء إلى مجلس، إلى مسجد، وجد الناس يجتمعون ويصلون على النبي، سواء في يعني خصصوا يوم مولده، وطبعا يوم المولد غير ثابت، هو رمز أيها الأحبة، نحن لا نعلم متى ولد بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لدينا يعني مقياس نستطيع أن نعرف بالضبط أي يوم، فهو يوم رمزي يعني، ولكن هو يوم الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك يوم ولدت فيه، كان يصومه، يصوم الاثنين والخميس، وكان يقول ذاك يوم ولدت فيه عن يوم الاثنين، فإذا يعطينا إشارة إلى أن مولده فيه رحمة لنا. طيب بالمقابل نذهب إلى مكان آخر فنجد أناسا يجتمعون يشربون السجائر مثلا، يؤذي نفسه، قد تجد ألوان من الموسيقى أو الرقص أو كذا، قد تجد نفاق، قد تجد قطع أرحام، قد تجد أحاديث نميمة على الناس، نميمة، ثم يقول لك أنا أحتفل بمولد النبي، هذا ليس هذا هو المحرم. إذن المحرم أيها الأحبة، لا تقول لي خصصت يوم أو لم أخصص، قل لي ماذا فعلت في هذا اليوم وأنا أقول لك هل هذا حلال أو هذا حرام. يعني إنسان قرر أن يخصص يوم الخميس أو يوم الجمعة أو أي يوم الثلاثاء، يقول أنا كل يوم ثلاثاء سأجتمع مع أصحاب لي وسنتذاكر أحاديث النبي، أو كل أول ثلاثاء من أول سنة مثلا. طيب هل النبي سيحاسبه يوم القيامة، سيقول له لما فعلت شيئا لم أفعله؟ النبي كل يوم كان يجتمع مع أصحابه كل يوم كان يذكر الله. نحن الآن قصرنا كثيرا أيها الأحبة، قصرنا في حق هذا النبي الكريم. لذلك أحبتي في الله، هذا الأمر ينطبق على موضوع الأغاني، موضوع المسلسلات، التمثيل، كل هذه الأمور. تخيل نفسك إذا أردت أن تعرف حلال أو حرام، أنا طبعا لا أقدم فتوى، ليست مهمتي، أنا أحلل المواضيع وأقول لك قناعاتي أنا الشخصية ما أقتنعه. أنا عندما أنظر إلى الأغاني أنظر أنني وقفت بين يدي الله. طيب هذا الإله العظيم هل سيسألني عن وقتي فيما أنفقته، فيما أنفقته؟ نعم سأسأل عن الوقت، سأسأل عن الكلام، سأسأل عن الأشياء التي سمعتها. طيب هل ترى إذا وقفت أمام الله وقلت له يا رب والله أنا استمعت أغاني العاشقين لأنه حقيقة لا توجد أغاني بريئة، يعني أنا أتحدث عن خبرة، يعني الأغنية كلما كان فيها كذب أكثر ولحن مثير للعاطفة كلما كانت أكثر يعني متعة بالنسبة لمن يستمع إليها، وهذا الكلام عن خبرة. فلذلك الأغنية التي تستطيع أن تثير عاطفتك، تثير الذكريات، تثير هذه، فهذه هي تكون ناجحة أكثر، وهذا يعرفه الفنانون. يعني كذلك في التمثيل، كلما كان الممثل أكثر قدرة على الكذب وإقناعك بأن هذا، بأن يعني هذا الدور هو صحيح وهو كذب طبعا،
كلما كان ممثل ناجح أكثر، الشاعر كلما استطاع أن يكذب أكثر كلما أثر فيك أكثر. لذلك قالت العرب قديما: أعذب الشعر أعذب الشعر أكذبه. يعني كلما كان الشاعر كذاب أكثر يستطيع أن يقنعك كان أكثر تأثيرا، أعذب الشعر أكذبه. كذلك في التمثيل ينطبق هذا الكلام، في الأغاني ينطبق. لذلك أنا بالنسبة لي، أنا حتى إذا كنت أستمع لأغنية أنا أعتبر أن هذا أمر لا يرضي الله، ولو أنني أنا لست معصوما طبعا، يعني لدي الأخطاء أكثر من أي واحد فيكم، كلنا نخطئ يعني. فلا يعني أنني إذا قلت والله أنا وجدت بالتجربة أن الموسيقى لا خير فيها، لا يعني أنني أنا معصوم عن الخطأ، لا، ولكن أنا في داخلي أيها الأحبة، عندما أستمع لأغنية أنا أعلم أن هذا الأمر لا يرضي الله، لذلك لا أستمر طويلا. أما قديما عندما كنت أستعذب الأغاني وأعتبرها حلالا كنت أستغرق ساعات وأضيع وقت طويل. هنا الفرق، في داخلك يجب أن تعتقد أن هذه الأعمال، سواء الفن والتمثيل والموسيقى وغير ذلك والرسم والنحت وكذا، كلها تلهيك عن الله، كلها تدخل ضمن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. دعوني أقرأ الآية، لأننا اليوم أيها الأحبة موضوعنا عن الموت، ولكن يعني هذه قضية مهمة يجب أن نتذكرها، لأنك بعد الموت ستقف أمام الله، سلوكك في الدنيا سيحدد مصيرك يوم لقاء الله عز وجل.